أهلا بكم مشاهدينا الكرام. دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الأحد يومها 81. تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وقضم مزيد من الأراضي الأوكرانية. ففي غربي أوكرانيا استهدفت غارات روسية منشآت عسكرية في ليفيف في غربي أوكرانيا. وفي أيضا في ماريوبول ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل حصار وحداتها في منطقة أزفوستال مع استمرار الغارات. إذ أكد مستشار عمدة ماريوبول أن أكثر من 150 ألف شخص من سكان المدينة ما زالوا محاصرين فيها. وزارة الدفاع الروسية من جهتها أعلنت استهداف المئات من مواقع القوات والآليات العسكرية الأوكرانية في دونتسك، وأدى ذلك إلى قتل نحو 100 عسكري أوكراني بحسب الرواية الروسية. أما في مقاطعة خاركيف فقد أعلنت مصادر عسكرية أوكرانية أن القوات الروسية تركز على المناطق التي بقبضتها للمحافظة على طرق الإمداد. الآن مشاهدينا الكرام نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.